نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أردنيين قولهما إن الأردن أحبط مؤامرة كانت تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى المملكة بهدف تنفيذ أعمال تخريبية في الأردن نهاية مارس الماضي. وبحسب رويترز، تم إرسال الأسلحة من قبل فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. وقال المصدران لرويترز إن الهدف من المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، مشيرين إلى أنه تم ضبط مخبأ الأسلحة بعد إلقاء القبض على أعضاء الخلية في أواخر مارس. وقال أحد المصادر وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية إن هذه الجماعات تخفي الأسلحة في حفر تسمى النقاط الميتة، ويتم تحديد موقعها عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومن بعدها يقومون بتصوير الموقع ليأملوا رجالهم باستعادتها بحسب المصادر. وتعليقا على هذه التقارير، قالت حماس في بيان قبل قليل إن الحركة تستهجن تسريبات إعلامية تشير إلى علاقتها بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن. وأكدت الحركة أنها لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.